حوارات سليمانية تعيد الأمل لإنهاء الانسداد السياسي، ملفات الحسم على طاولة النقاش، والإطار يتوقع تفاهما كرديا يتبعه توافق شيعي. السيد الحكيم يرفض دعوات حل مجلس النواب ويعدها بالأزمة المركبة، والشيخ الخزعلي يدعو لحفظ حقوق المكون الأكبر ويتحدث عن تماسك الإطار. الصحة تعلن إحصائيات الإصابة بالحمى النسفية في عموم البلاد، وأمانة العاصمة تطلق حملات لإنهاء الجزر العشوائي وتدعو لمحاسبة المخالفين. العراق على موعد مع عاصفة ترابية هي الأعنف، الحكومة تعطل الدوام الرسمي، والتربية تعلن تأجيل امتحانات نهاية العام. رياح الأزمة السياسية الصفراء سيصدها حزام الحل الأخضر الذي زرعه أصحاب العقل قبل أشهر من الآن، وباب الانسداد السياسي الموصد من قبل سيكسره التقارب بين الكتل، وغرماء الأمس باتوا حلفاء اليوم، وحليف الساعة جدير بشطب العناد القديم. هذه صورة المعادلة التي تتضح معالمها في المشهد المعقد، وهكذا تنبئنا الأحداث المتسارعة بأن ساعة حسم التحالفات باتت قريبة، والتوافقات على الرئاسات باتت أقرب، والفخاخ التي وقع بها القوم منذ أشهر ستكون الحجر الذي ينهضهم بعد التعثر. أهلا بكم بمرصدنا الخبري، والبداية من الأزمة السياسية وحالات الانسداد السياسي التي أوصلتها الخلافات بين الكتل، حيث كشفت مصادر عن تحركات خفية تقودها كتل سياسية من أجل إقناع الأخرى المعارضة في سبيل التوصل إلى صيغة حل توافقية ترضي الأطراف. والمصادر أكدت قرب انفراجة الأزمة بعد الضغوطات التي شهدتها الكتل، لا سيما مزاعم تحركات بعض الأطراف من التحالف الثلاثي لطرح مبادرات تشاورية مع قيادات الإطار التنسيقي لإنهاء الأزمة وفق اتفاق ستدرجه الكتل بينها. شخص رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم بأن عدة نقاط مهمة خلال عقده ديوان بغداد للنخب السياسية والاجتماعية. السيد الحكيم أكد إن أهم أسباب الأزمة الحالية هي نتائج الانتخابات الأخيرة التي أفضت إلى واقع غير متوازن، إلا أنه قال إن الأزمة لا زالت محافظة على إطارها السلمي. وجدد السيد الحكيم موقفه من الأغلبية الوطنية بالقول إنها تواجه مشكلتين، الأولى مشكلة حفظ تمثيل المكونات الاجتماعية وحفظ المكون الأكبر على وجه الخصوص، أما المشكلة الثانية إنها لم تقدم ضمانات كافية لمعارضة سياسية وقانونية، فالمعارضة تقويم ومتابعة. وبين إن سلوك بعض القوى الداعية للأغلبية عزز من فرضية عدم الذهاب للمعارضة، مؤكدا وجود المعارضة والموالاة كل في إطاره القانوني والشرعي يمثل ضمانه للنظام السياسي. كما حذر السيد الحكيم من استخدام الشارع للكسر السياسي، داعيا إلى الحفاظ على الأزمة في إطارها السياسي، موضحا أن الشارع ميدان للتعبير عن المظلومية والمطالبة بالحقوق وليس لضرب الفرقاء السياسيين بعضهم بالبعض. وبما يخص قانون الأمن الغذائي، قال السيد الحكيم إن جل الخلاف هو قانوني يتبع الصلاحيات بالنسبة لحكومة تصريف الأعمال، وإن السماح بتشريع القوانين في مرحلة تصريف الأعمال يخاطر بالديمقراطية. وأشار السيد الحكيم إلى أن دعوات حل مجلس النواب لا تمثل حلاً واقعياً لعدم استعداد الجمهور والقوى السياسية للقبول بها. أكد مراقبون أن دعوات حل البرلمان تزيد من حدة الأزمة السياسية، وأن الجميع سيكون خاسرا. في
فيما يرى آخرون أن هذه الدعوات هي عبارة عن محاولات ضغط على النواب المستقلين. تقرير أحمد الزيدي. يبدو أن محاولات حل الأزمة السياسية أخذت تسلك طرقا أخرى قد تؤدي بالبلاد إلى سلسلة أزمات لا تنتهي، فدعوات حل البرلمان والذهاب إلى إعادة الانتخابات لن تزيد الأمور إلا تعقيدا بحسب مراقبين، فبالإضافة إلى مخاطر حل البرلمان القانونية والاجتماعية وتهديداتها للسلم الأهلي، يشكل عدم استعداد الناخب والقوى السياسية إعادة الخوض في التجربة الانتخابية مشكلة أخرى، وبالتالي إمكانية فشل العملية برمتها والدخول في دوامة جديدة من الأزمات. دعوة إلى انتخابات يعني مبكرة، الجميع خسران بها، الناخب خسران، الكتل السياسية، البعض الشخصيات اللي صعدت بصورة مفاجئة يعني عن طريق الانتخابات، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنه المحكمة الاتحادية تؤكد على إعادة قانون الانتخابات، يعني تعديل القانون. الابتعاد عن الحلول غير الواقعية واللجوء إلى الحوار هو السبيل للوصول إلى فك حالة الانسداد السياسي بحسب مراقبين، فالتشنج والتشبث بالمواقف والاستمرار بسياسة رفض الآخر لن تؤدي إلى حل الأزمة، الأمر الذي يدعو القوى السياسية إلى تقديم التنازلات لإخراج البلاد من نفق الأزمات. يجب الإذعان إلى القضاء العراقي، ويجب الإذعان إلى طاولة الحوار، حتى الحروب اللي تحصل بين الدول بالنتيجة راح تكون هناك طاولة حوار، متى احتكمنا إلى طاولة الحوار راح تكون هناك حل لجميع المواضيع السياسية. فيما يؤكد البعض إلى أن دعوات حل البرلمان هي لإثارة مخاوف النواب لا سيما المستقلين منهم بهدف الضغط عليهم وبالتالي تحقيق مكاسب لجهة معينة. وبعيدا عن خيار إعادة الانتخابات وتبعاته غير المدروسة والحلول غير الواقعية الأخرى، تشكل المبادرات المطروحة هي السبيل الأقرب لحل الأزمة شريطة تتوفر الإرادة السياسية لذلك. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد. أكد أمين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي على عدم تنازل الإطار التنسيقي عن حقه في الكتلة الأكبر، وقال الخزعلي في لقاء متلفز إن الإطار قدم الكثير من التنازلات وعلى التيار الصدري أن يتنازل من أجل إنهاء الانسداد. أعتقد إذا كان هناك طرف قدم تنازلات حقيقة وفي أكثر من مرة هو الإطار التنسيقي، مع العلم ومستعد في تقديم التنازلات، إلا تنازل واحد ما نقدر نتنازل عنه وهو أن تكون الكتلة الأكبر هي حصة المكون، هذا ما نقدر نتنازل عنه. ما عداها أعتقد قدمنا الكثير والكثير وبشكل واضح وصريح ورسمي، وأنا مثلا في مناسبة من المناسبات قلت لسنا متشبثين بحصص، لا نصر على عدد وزارات وفلان وإلا إحنا نكون في هذه الوزارات، المهم حفظ حق المكون الكتلة الأكبر. المطلوب من عنده أن يقدم تنازل أكثر من التنازلات اللي يقدمها الإطار التنسيقي هو تحالف ثلاثي بشكل عام، ولكن بشكل خاص الكتلة الصدرية، يعني الكتلة التي حسب نتائج الانتخابات كانت الكتلة الأكثر عددا، وبالتالي الطرف المعني والمتصدي لتشكيل الحكومة والذي يمتلك تحالف ثلاثي يمثل أكثر من نصف أعضاء البرلمان هو المطلوب منه، هو المطالب أن يقدم تنازلات وتضحيات. الشيخ الخزعلي استبعد تشكيل الحكومة من دون الإطار،
مطالبا بمشاركة الجميع لحفظ حق المكون. المهم هو تشكيل الكتلة الأكبر، ما دونها تفاصيل كلها قابلة للتفاهم. الكتلة الأكبر يجب أن يشارك فيها كل من يريد المشاركة فيها من الكتل الشيعية، ويجب حفظ حق المكون. إذا أتينا إلى التفاصيل تشكيل الحكومة، هناك مطلب واضح من قبل الكتلة الصدرية، من قبل الأخ سيد مقدار الصدر، وهو أن تكون حكومة أغلبية. هذه نعتقد المسألة ليست عصية على التحقق، وممكن أن تتحقق ولا يوجد مشكلة، ويوجد استعداد. أنا أقول هذا الكلام، يوجد استعداد من؟ ويوجد داخل أطراف التحالف الثلاثي من هو مستعد للتضحية، مستعد للتضحية حتى وإن كان على حساب شخصه، عنوانه، حزبه أو كتلته السياسية، وتمشي الأمور. كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود عن سيناريوهات جديدة وحراك يفضي لفك الانسداد السياسي. وقال الصيهود لبرنامج غير معلن إن هناك حراكا جديدا على مستوى الكرد، وسيكون هناك تقارب كبير بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ومن ثم إلى المكون الشيعي المتمثل في الإطار التنسيقي الذي يرفض التخلي عن التيار الصدري. عودة الديمقراطي للحوار مع الاتحاد، هذا يعني أنه العودة إلى الاتفاقات السابقة بينهما أولا، ومن ثم الكرديين مع الشيعة، مع المكون الشيعي. زين، المكون الشيعي الآن يمثل الأغلبية العددية وليس الانتخابية البرلمانية، على اعتبار أنه هذا حديث آخر يعني هم أيضا تحدثنا به، هو متمثل بالإطار التنسيقي. في لقاء يمهد لإنهاء الخلاف وفتح الانسداد، وصل رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني إلى محافظة السليمانية، وتوجه بارزاني فور وصوله بصحبة الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني إلى الكلية العسكرية الثالثة قلاء جولان للمشاركة في مراسم تخرج الدفعة 16 من خريجي طلبة الكلية، حيث شهدت الزيارة لقاءات مشتركة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الإسلامي وحركة التغيير وحزب العدالة للتباحث عن مستجدات المرحلة المقبلة وآلية كسر الخلاف السياسي. وأكد قادة الأحزاب أهمية عبور المرحلة بالطرق التي تجنب البلاد مزيدا من الأزمات. يبدو أن وجه التقارب الكردي بدأ يزداد تآصرا بين الحزبين المختلفين بعد زيارة البرزاني ولقائه طالباني على خلفية حدث تخرج الدورة العسكرية لقوات البيشمركة، أمر قد يفتح باب الحلول للأزمة الكردية ويدفع بتأثيرها على المناخ الوطني. على الطائي والتفاصيل، حرارة الانسداد السياسي وتأثيره السلبي على واقع إقليم كردستان ذوب شيئا من جليد الخلاف المعمق بين الأحزاب الحاكمة لا سيما الديمقراطي والاتحاد الوطني. تخرج الدورة 16 لقوات البيشمركة في معسكر قلعة جولان كان فرصة لفتح نافذة التواصل قادها رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني من خلال زيارته المعسكر في السليمانية برفقة رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني. في الحقيقة ليس لدينا خلافات كبيرة غير قابلة للحل، لكننا أحيانا نختلق موانع نفسية تحول دون الجلوس مع بعضنا البعض. هذه الحالة تظهر في مرات كثيرة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، وهي حقا موضع ازعاج كل أبناء كردستان الحزب الديمقراطي والذي أعلن في اجتماعه القيادي بدأه سلسلة من الزيارات والاجتماعات لفك حالة الاختناق السياسي، شرع بأولى خطواته من الداخل الكردي مستثمرا شخصية نيجيرفان التي تتسم بالمرونة والمقبولية عند مختلف الأحزاب. اللقاء مع بافل طالباني وقيادات الاتحاد الوطني قد تسهم في وصول الحزبين إلى صيغة تفاهم مشتركة حول منصب رئيس الجمهورية.
باب الحوار دائما مفتوح لدى الاتحاد الوطني الكردستاني أمام جميع القوى السياسية المختلفة ومنهم الديمقراطي الكردستاني، ونحن ليس لدينا أي شروط مسبقة، ولا نريد من طرف المقابل أيضا أن لا يكون لديه شروط مسبقة، ورئاسة الجمهورية هو استحقاق الاتحاد الوطني الكردستاني داخل المكون الكردي، عليه أن يأتي ونتفهم على الدكتور برهم صالح ليكون مرشح الكرد لرئاسة الجمهورية. المؤكد أن اللقاء الأول بين البارتي واليكتي بعد أزمة القطيعة لن يخرج بحلول آنية، ولكنه ربما سيحفز المختلفين في البيت الشيعي، لا سيما وأن الحزبين الكرديين لهما تأثير مباشر على الإطار والتيار بحكم التحالف المعلن، الديمقراطي مع التحالف الثلاثي والوطني مع الثلث الضامن. وجود أكثر من مرشح كردي هو شيء ليس بنفس الدرجة التي ينظر الشيعة مثلا إلى خلافاتهم، خلافاتهم عميقة، مواقف متباعدة، نحن نرى في الأمر مسألة طبيعية ولا نعتبرها خلاف إذا كان الموضوع هذا. وبعد استكمال اللقاءات الداخلية سينفتح الديمقراطي على الفضاء الوطني، وقوى الإطار ستكون هي البوابة الأولى بحسب بعض التسريبات. العقدة السياسية المعقدة بعد أن استعصت في بغداد قد تجد حلها في كردستان، فالاتفاق إن حصل بين البارتي واليكتي حول منصب رئاسة الجمهورية هذا يعني انفراجا كبيرا في الأزمة، ولكن قد تكون ضريبته تفكك التحالف الثلاثي أو انفراط عقد الثلث الإطاري. من أربيل لقناة الفرات، علاء الطاي. وزارة التعليم العالي تقرر تخفيض أجور الدراسات العليا بنسبة 50% للطلبة الذين تم تدوير مقاعدهم الدراسية. مصرف الرافدين يعلن شمول منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب بسلفة 50 مليون دينار أسوة بأقرانهم من وزارتي الدفاع والداخلية. جهاز الأمن الوطني يعلن القبض على 21 إرهابيا في مناطق متفرقة من البلاد. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط حاويتين تحتويان على مواد كيميائية خطرة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بمرض الحمى النزفية في البلاد إلى أكثر من 90 حالة. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي إن آخر إحصائية وصلت من المركز الوطني للسيطرة على الأمراض الانتقالية التابع لدائرة الصحة العامة هي ما لا يقل عن 96 إصابة جديدة مؤكدة بالحمى النزفية خلال عام 2022، وأضاف بأن إجمالي هذه الإصابات منها ما لا يقل عن 18 حالة وفاة، وأكثر من نصف هذه الإصابات تماثلت للشفاء، مؤكدا أن الزيادة بالإصابات واضحة هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة. مؤشر الإصابات بالحمى النزفية ما زال يتراوح بين 90 و100 إصابة، وسط دعوات المختصين بضرورة منع الذبح العشوائي ونقل الحيوانات بطريقة غير قانونية، وضرورة مقاطعة المجازر العشوائية واللحم المستورد من قبل المواطنين، واللجوء إلى محال القصاب المجاز صحيا لتفادي الإصابة بالفيروس. صباحك.
زيادة بالإصابات بالحمى النسفية في البلاد مقارنة بسنوات سابقة، أسبابها بحسب معنيين في وزارة الصحة الذبح والرعي العشوائي وعدم التزام بعض مربي الماشية بالإجراءات الصحية والعناية البيطرية، ومما يؤدي لارتفاع الإصابات بالحمى النسفية الجزارون المخالفون ونقل الحيوانات بطرق غير قانونية والذبح بالأماكن غير المخصصة فضلا عن البيع العشوائي المنتشر على قارعة الطرق. ينتقل من الحيوان اللي هي بالنسبة للعراق أكثر شيء الماشية المعروفة، غنم، الأبقار، الجاموس، الماعز، الخيول. الإصابات في تصاعد خطير بكل صراحة. الآن احنا تجاوزنا 90 حالة مؤكدة بالفيروس، 90 حالة على الأقل. أخذه من قصاب ومجاز من الصحة ومختوم، الناس تعرفه. ضعف وهشاشة آليات الفحص والرقابة والطرق البدائية في الذبح وبيع اللحوم والتي يكون بعضها غير خاضع للاختبارات البيطرية لتأكيد سلامتها للاستهلاك البشري قد تكون عوامل أدت لتصاعد معدلات الإصابات، فيما يؤكد مواطنون وبعض أصحاب محال الجزارة إن شراء اللحوم من المحال المجازة والتأكد من ختم الصحة عليها تضمن سلامة المواطنين وتجنبهم العزوف عن شراء اللحم الذي يعد مادة رئيسية على المائدة. والمواطن إذا يريد يأخذ يقطع هذا مال الشارع واللحم المستورد والجوبات هذه خارج الصحة والزراعة وهالسوالف، يلتجي إلى قصاب معروف مجاز من قبل الدولة، شهادة صحية عنده. الناس تخاف تقول لك أنا أخذ لحم أخاف يصير حالة خطرة بيه، بس هسه إجراءات صارت أنه لحم مختوم يدخل عند القصاب. وتنتشر الحمى النسفية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى وبعض القوارض، فيما تساهم الحشرات في عملية نقل العدوى بصورة كبيرة، ومنها تلك التي تحوم فوق دماء المواشي المذبوحة في الأماكن غير القانونية. ويمكن الخلاص من الإصابة بالعناية بغسل اللحوم وطهيها بصورة جيدة. وتسجل وزارة الصحة منذ أيام ارتفاعا بأعداد الإصابات بالحمى النسفية، فيما تدعو المواطنين إلى الحذر وشراء اللحوم من الأماكن المجازة صحيا لتفادي الإصابة بهذا المرض. صباح حكيم الفرات، بغداد. من جانبه ترأس وزير الصحة وكالة هاني العقابي اجتماعا طارئا لمدراء العامين في دوائر مركز الوزارة والمحافظات وبمشاركة ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق عبر الدائرة الإلكترونية المغلقة. وقال بيان للوزارة إن الوزير ترأس اجتماعا طارئا عبر الدائرة الإلكترونية المغلقة مع مدراء عامي دوائر مركز الوزارة والمحافظات وبمشاركة ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أحمد زويتن عبر الدائرة الإلكترونية. وأضاف أن الاجتماع تضمن مناقشة عدد من الأمور المهمة، منها آخر مستجدات الحمى النسفية وداء الكلب وجائحة كورونا والتطعيم وأهم الإجراءات والتحديات والمضي قدما لمواجهتها، وبحث خطة الوزارة بهذا الخصوص واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة كافة الأمراض الانتقالية. في الديوانية، إجراءات صحية على قدم وساق للقضاء على الوسط الناقل لفيروس الحمى النسفية وسط التأكيدات على تماثل جميع الحالات المصابة بالشفاء والدعوات بضرورة التزام المواطنين بطرق الوقاية. ليث صلاح. وفقا للجهات الصحية في الديوانية، فإن الموقف الوبائي للحمى النزفية يبعث على الاطمئنان
فما يتبع من إجراءات بهذا الشأن خفف من حدة وعدد الإصابات، حيث سجلت المحافظة 3 إصابات تماثلت جميعها للشفاء. عندنا 7 حالات خلال الأسابيع الماضية، الحالتين 3 حالات موجبة والحمد لله والشكر تماثلت للشفاء كلهن وطلعوا يعني متشافين، وعندنا 4 حالات مشتبه بها اجت النتيجة سالبة منها. حملات احتواء بؤر الوباء ترافقها دعوات للوقاية وتجديد على ضرورة التعامل الصحيح مع الماشية والتخلص من حشرة القراد المسببة لفيروس الوباء. كل مساحة الديوانية حاليا احنا عندنا حملة مجانية، وتم تجهيزنا بالمواد السمية ضد القراد، واحنا حاليا بهاي الحملة تنتهي، بدأت يوم 1/5 وتنتهي يوم 30/5، وان شاء الله نهيب بالاخوة المواطنين انه اتخاذ الاجراءات الوقائية اللي قد تكون اهم من الاجراءات الاخرى. حملة رش وتغطيس الحيوانات ورش الحظائر مادة الدلتا مثرين او سايبر مثرين للقضاء على الوسيط الناقل للحشرة الناقلة اللي هو حشرة القراد اللي تصيب الحيوانات، وبالتالي ينتقل للإنسان عن طريق الدماء مع الحيوانات المصابة أو تناول اللحوم اللي أو القصاب نفسه اللي بتماس مباشر ومع اللحوم المصابة الحيوانات. الرعي العشوائي وتخلف الواقع البيئي فضلا عن عدم تطبيق القوانين، كل ذلك يعيق التخلص من هكذا سلالات فيروسية تظهر موسميا. رغم وجود إصابات بالحمى النسفية إلا أن رسائل مطمئنة من الجهات الصحية تؤكد السيطرة على الوباء عبر إجراءات مشددة لمنع ظهور بؤر أخرى. للفرات ليث صلاح، الديوانية. إلى ذلك، أعلنت أمانة بغداد عن حملات لإنهاء الجزر العشوائي في مدن العاصمة، وقال مدير العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الرباعي إن منع الذبح العشوائي مسؤولية مشتركة، ولا تزال هناك بعض المناطق لم تعالج فيها هذه الحالة حتى الآن، وتحديدا ضواحي بغداد والمناطق البعيدة عن مركز العاصمة. وأضاف إنه تم العمل على رفع عدد كبير من مواقع الذبح العشوائي بالتعاون مع دائرة البيطرة، مبينا أن الحملات كانت منفردة ومتباعدة المواعيد، وأعرب عن أمله في أن تكون هناك حملات منظمة ومجدولة يستخدم فيها أسلوب العقاب وأسلوب المتابعة من قبل البيطرة ومن قبل قيادة عمليات بغداد بمساعدة القوى الماسكة للأرض لتنفيذ واجب أمانة بغداد في محاسبة المخالفين. بدورها، أوضحت وزارة الزراعة أن الثروة السمكية في البلاد كافية وتسد الحاجة المحلية، إلا أن كثرة الطلب زاد من الأسعار. وذكر متحدث وزارة الزراعة هادي هاشم في تصريح صحفي أن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك بالآونة الأخيرة بسبب كثرة الطلب على المنتوج المحلي منه، مبينا أن عزوف الناس عن تناول اللحوم بسبب فيروس الحمى النسفية زاد من الطلب على الأسماك، وهذا مفهوم خاطئ بالعموم. وأوضح هاشم أن الثروة السمكية في البلاد كافية وتسد الحاجة المحلية وتزيد عن ذلك، إلا أن كثرة الطلب زاد من الأسعار. وللمزيد تنضم معنا في المرصد الخبري الدكتورة إخلاص العبيدي، مديرة قطاع الكاظمية للرعاية الصحية الأولية. حياكم الله دكتورة في مرصدنا الخبري. والبداية، ما هي نواقل فيروس الحمى النسفية وما هي كيفية الوقاية منه؟ فيروس الحمى النسفية اللي ظهر حاليا في العراق، واللي هو طبعا مو جديد، موجود، وأول حالة ظهرت بالعراق سنة 79، وهذا فتشي يعني مطمئن للناس أنه الفيروس مو جديد، وتقريبا كل سنة هناك حالات إصابة، لكن الحالات دائما تكون معدودة. العام هذا عدد الإصابات يمكن زادت عن الماضي بشكل لازم يثير انتباهنا ولازم نتحذر منه. الناقل لهذا المرض ممكن أن ينقل المرض عن طريق نوع من الحشرات اللي تسمى القراد، وأريد أركز عليها. القراد هي نوع من الحشرات صغيرة الحجم جدا، يعني يمكن حجمها مليمتر واحد أو مليمتر ونصف أو أقل حتى.
هذه الحشرات ما بين اللون القهوائي إلى الأسود. نعم. وتتواجد طبعا على الماشي المواشي والحيوانات، هي الناقل الرئيس للفيروس، ممكن تنقل الفيروس من حيوان إلى آخر خصوصا المواشي طبعا، وممكن تنقل الفيروس من المواشي إلى الإنسان. الناقل الثاني هو الحيوانات بحد ذاتها من خلال التلامس المباشر مع يعني مع سوائل جسمها، مع الدماء، مع أنسجتها أثناء عملية الذبح والتقطيع، وهاي الجزئيات اللي تحصل اعتياديا وموجودة في تقريبا في كل المجتمع. طيب. يعني اللحوم الحمراء من المواد الأساسية اللي يعتمد عليها المواطن العراقي في غذائها، ولهذا هذا الاحتكاك متوقع جدا وموجود. إضافة إلى ذلك الرعاة، رعاة الأغنام اللي احتكاكهم قوي مع هذه الحيوانات، وممكن يحتكون بيها بشكل مباشر مع حتى مع سوائل جسمها كذا. أيضا حتى الأطباء البيطريين والمسؤولين عن الرعاية الصحية بالنسبة للحيوانات أيضا معرضين لهذا الخطر أكثر من غيرهم بسبب التلامس المباشر. كيف تقيمون الوضع الصحي مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس الحمى النزفية؟ هو لحد الآن إحنا ما نقدر نقول أنه الوضع الصحي حاليا مقلق، لأنه عدد الإصابات مهما كان لا زال يعتبر محدود، لكن نحن بحاجة إلى المزيد من الوعي سواء من المواطن أو الجهات الحكومية المسؤولة عن متابعة هذا الموضوع. إحنا الآن بالدرجة الأساس نحتاج دور كبير من وزارة الزراعة وذات البيطرة في محاربة الوسط الناقل الأساسي اللي هو القراد من خلال تغطيس الحيوانات ورشها بالمبيدات. هذا جزء أساسي ومهم جدا، لازم يكون هناك رش واسع في كل مناطق العراق. طيب حاليا يعني هل يوجد هناك تنسيق مع وزارة الزراعة بخصوص هذا الموضوع؟ طبعا هناك تنسيقات مستمرة ما بين وزارة الصحة ومؤسساتها ووزارة الزراعة ومؤسساتها والجهات الحكومية الأخرى، محافظة بغداد وبقية المحافظات كلها داخلة على الخط ودا تشتغل. الجهات الأمنية أيضا مساندة في جزئيات أخرى، يعني ما يتعلق بمثلا موضوع الجسر العشوائي، نحن نتحدث عن موضوع اللحوم والتعامل السليم معها وكيف نمنع انتقال الفيروس بالطريقة الصحيحة من الجزر. الموجود عندنا في العراق للأسف هناك انتشار كبير للجسر العشوائي، وهناك الكثير من المحلات اللي ترفض أن يعني توفر الأساليب السليمة كي تنال إجازة صحية وبالتالي يكون عملها صحي وسليم وتستخدم أساليب الوقاية. هذا الموضوع هناك الآن تعاون كبير ما بين حتى الجهات الأمنية، إسناد للجهات الصحية والرقابية والجهات جهات وزارة الزراعة اللي هي البيطرة من أجل السيطرة على هذا الموضوع، تقليل الجزر العشوائي قدر الإمكان أو منعه نهائيا، محاسبة المقصرين في هذا الاتجاه والاتجاه إلى الجزر المنظم في محلات مجازة وفي مجازر مجازة وعليها رقابة صحية يومية. طيب ما هي الإجراءات التي اتخذتها دوائر الصحة ومؤسساتها بخصوص ازدياد حالات الإصابة بالحمى النزفية؟ كوزارة الصحة ومؤسساتها هناك إجراءات كثيرة ما يتعلق بالرقابة الصحية، وهذا الجزء يعني تقريبا تحدثنا عنه بالتعاون مع الجهات الأخرى، ما يتعلق بإعداد المؤسسات الصحية لاستقبال أي حالة من حالات المرضى، إعداد الكوادر، تدريبهم على كيفية معالجة هذه الحالات، ما هي الأعراض. الأعراض بالمناسبة في البداية تكون أعراض أشبه ب يعني الإنفلونزا أو حتى مرض كورونا، حمى، ألم في البلعوم، ممكن يصير آلام في المعدة، إسهال، اضطرابات عامة، آلام في العضلات، صداع، الأعراض عامة. بعد ذلك تبدأ مرحلة النزف وهي المرحلة المقلقة، وعندما ندخل في مرحلة النزف يكون المواطن قد دخل في مرحلة تعتبر خطيرة. كوادرنا الآن تتدرب على هذا الموضوع، طبعا الكثير من الكوادر هي أصلا مدربة ولديها يعني معرفة كافية وخصوصا الأطباء، لكن بقية الكوادر يجري تدريبهم على هذا الأساس، يجري توفير مستشفيات خاصة للعزل وأماكن خاصة للعزل، لأن العزل هنا يجب أن يكون عزل تام وعلى أساسه يتم إتلاف حتى كل ما يستخدمه المريض في هذه الحالة. المختبرات أيضا تعد لإجراء الفحوصات اللازمة، مصرف الدم في كل مكان أيضا يعد نفسه لإعطاء الدم، يعني الصفحات الدموية والاحتياجات الأخرى التي يحتاجها المريض الذي يحصل لديه نزف. كل هذه الإجراءات موجودة وتمضي بشكل متسارع في كل مؤسساتنا الصحية كي تكون مستعدة لأي طارئ.
شكرا جزيلا الدكتورة إخلاص العبيدي مدير قطاع الكاظمية للرعاية الصحية الأولية، كنت ضيفة عزيزة علينا في المرصد الخبري، شكرا جزيلا. أنا أشكركم وأشكر مشاهديكم الكرام. حياكم الله. حياكم الله. لليوم الرابع على التوالي تتواصل فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته 23، والمقام على أرض معرض بغداد الدولي بمشاركة أكثر من 300 دار نشر عالمية وعربية. وشهد المعرض إقبالا واسعا من قبل فئات عمرية متفاوتة تبحث عن الثقافة والمعرفة بين أجنحة قاعات المعرض التي تضم مئات الآلاف من العناوين المختلفة. المعرض الذي يقام برعاية مباشرة من اتحاد الناشرين العراقيين ورعاية إعلامية من قبل مؤسسة الفرات للإعلام والإنتاج الفني، يتضمن بالإضافة إلى عرض وبيع الكتب استضافة وعقد جلسات حوارية لأبرز الكتاب والشعراء والإعلاميين في مختلف المجالات. تستمر فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته 23 وتحت شعار نقرأ لنستمر، حيث شهد المعرض إقبالا واسعا من قبل الكتاب والمثقفين من مختلف شرائح المجتمع العراقي. نور السعيد والتفاصيل. في بغداد ولليوم الرابع على التوالي تستمر فعاليات معرض الكتاب بنسخته 23. المعرض شكل أيقونة ثقافية متميزة لما يشهده من مشاركة واسعة لأكثر من 500 دار نشر محلية وعربية، ليعيد لبغداد رونقها بين عواصم الدول التي تحتضن الثقافات والمثقفين. طبعا هذه المرة 12 من شارك فيها أو 11 بمعرض بغداد الدولي للكتاب. هالمرة ما بعرف إذا الغبرة أو الغير الغبرة مخفف شوي، خفيف شوي الجمهور، بس ماشي الحال يعني بعدنا عم نشتغل الحمد لله. جناح مركز أبجد هوز للألعاب الفكرية والوسائل التعليمية، اللي موجود عندنا ألعاب فكرية تنمي مهارات عديدة للأطفال للعوائل للشباب. شرائح مجتمعية مختلفة سجلت حضورا مهما في المعرض الذي لاقى استحسانها. اليوم يعني أثار انتباهي التنظيم أجمل يعني من كل الأعوام، حضور نخبة من الناس، حضور من نخبة من المثقفين، حضور يعني من كافة أصناف المجتمع العراقي مختلف الفئات حتى الدراسية، لعله حضور نسوي كبير شفت يعني. يعتبر يعني معرض الكتاب في كل سنة هو رافد كبير للثقافة للفنون للأدب للشعر لكل مجالات العلم. ورغم الأوضاع السياسية المضطربة وظروف المناخية الصعبة التي تشهدها البلاد، إلا أنها لم تقف عائقا أمام انعقاد معرض الكتاب في العاصمة بغداد، وهذا يؤكد أن بغداد تقرأ وتطبع وتكتب أيضا من خلال ما شهده المعرض من فعاليات مختلفة كتوقيع كتب لعدد من المثقفين. كما يشكل المعرض ربيع المطالعة للعراق ومن حضر من مختلف الدول. هالأيام اكو ظروف خاصة يعني من ضمنها وجود الحالة الامتحانية، ومن ضمنها أيضا الظروف البيئية والجوية، يعني هم أحيانا الناس قد تتهيب من العواصف الترابية وإلى آخره، بس نتوقع أنه يعني إن شاء الله أنه راح الأمور خلال اليومين القادمين بعد أن شوية الوضع الجوي يكون وضع حالة جيدة يمكن يكون أكو قبال أكثر وكثير إن شاء الله. مع تقادم الأيام يروي العراقيون عطشهم للقراءة في معرض بغداد الدولي للكتاب، وهم يتصفحون العناوين الجديدة وحتى القديمة التي تطرحها دور النشر المختلفة، فالعراقي يثبت في كل يوم أن الكتاب جزء لا يتجزأ من حياته. نورة سعيد، بغداد، الفرات. دار إنكي جلسة حوارية تحت عنوان قراءة في إصدارات إنكي، ومن فعالياتها في معرض بغداد الدولي للكتاب بحضور عدد من النخب الثقافية وطلبة الدراسات العليا. وتضمنت الجلسة قراءة في كتاب المعارضة البرلمانية لمؤلفه عمار جبار الكعبي، وتناول الآراء العلمية للمختصين بشأن مضامين هذا الكتاب وأبرز ما جاء فيه. وختمت الجلسة بتوقيع الكتاب من قبل الكاتب.
جرى اليوم مناقشة وتوقيع وقراءة في كتابنا الموسوم المعارضة السياسية الأحزاب والرأي العام والمؤسسة الدينية. تحدثنا عن دور هذه المؤسسات الثلاث المهمة في التأسيس لسلوك معارض في الحكومات أو في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية التي تعتمد الديمقراطية التوافقية والتي يصعب فيها خلق معارضة لإيجاد موازن نوعي داخل هذه الأنظمة السياسية. فتحدثنا عن التجربة العراقية والتجربة اللبنانية، وكان هنالك يعني استرسال بالحديث عن قضية المعارضة السياسية على مستوى الأحزاب والتيارات، فتحدثنا عن معارضة تيار الحكمة الوطني في حكومة 2018 والمسارات التي سلكوها للتأسيس لأول معارضة في النظام البرلماني في العراق بعد 2003. وكذلك في العراق تحدثنا عن احتجاجات تشرين أو الاحتجاجات التشرينية كأحد مظاهر الرأي العام في معارضة الحكومات ومساراتها الخاطئة. أعلنت هيئة الأنواء الجوية حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت عودة العواصف الترابية إلى سماء العراق بدءا من اليوم. وقال المتنبئ الجوي صادق عطية إن البلاد تتعرض خلال الساعات القليلة المقبلة إلى عاصفة ترابية ربما تكون هي الأعنف، وأضاف أن جدارا غباريا يتشكل الآن غرب محافظة الأنبار وسيندفع نحو العاصمة بغداد خلال الساعات المقبلة. وأشار أن العاصفة الترابية سيكون تأثيرها خلال ليل اليوم الأحد ونهار غد الاثنين وتستمر لغاية يوم الثلاثاء المقبل. تتواصل تحذيرات الراصدين الجويين من العاصفة الترابية القادمة والتي تستمر ليومين، متوقعين أن تكون الأشد من بين العواصف التي اجتاحت البلاد خلال الأيام الماضية في ظل غياب الخطط الحكومية والمعالجات الحقيقية الملموسة. حسين ياسين والتفاصيل. بعد أن أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية عن تعرض العراق لعاصفة ترابية قد تكون الأشد من نوعها، حذر مختصون المواطنين منها وبالأخص في المحافظات الغربية والوسطى والجنوبية وبضمنها العاصمة بغداد، داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة أخذ الاحتياطات المطلوبة، لا سيما وأن التوقعات أشارت أيضا إلى استمرارها لمدة يومين، ومن الممكن أن تتخللها كتلة ترابية كبيرة تولد انعداما للرؤية. وبالتوازي مع هذه المعطيات، رجح الخبراء إلى احتمالية إيقاف الملاحة الجوية والبحرية فضلا عن صعوبة التنقل برا. ومن جهة أخرى، أكدت المؤسسات الصحية استنفارها كامل الإمكانات في عموم المستشفيات كإجراء احترازي في حال وردت إليها حالات اختناق كما حدث في العواصف التي تعرض لها العراق خلال الأيام الماضية. حسين ياسين، الفرات. أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي اليوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية. وذكر بيان للأمانة أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية يوم غد الاثنين عدا الدوائر الصحية والأمنية والخدمية نتيجة دخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من البلاد، فيما قررت وزارة التربية تأجيل امتحانات الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن، حرصا على سلامة التلاميذ والطلبة. أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام مرصدنا، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، نلتقيكم في مرصد خبري آخر. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وفي أمان الله.